ولد ولد لعيب لعيب لعيب، كل حاجه انت عايزها منه هتلاقيه بيعملها. شمال يمين ما عندوش مشاكل، شمال يمين عبد الله الديب، ده عامر، ده الديب 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 تاني على طول، ده عامر ديب فعلا فعلا عامر ديب. العودي الصيف الناحيه العكسيه، لكن عبد الله شيل واقف صح، عبد الله شيل واقف صح وقافل صح، برافو عبد الله. الكفرنج العكسي انا بحبه جدا بصراحه. محاولات من جديد، بهاء عبد الرحمن لاعب نادي الفيصلي، والاهداف عملها بهاء، عملها بهاء بباطن الحذاء، قد تكون بالنسبه له عداله السماء. نعم لانه حاول اكثر من مره واجتهد اكثر من مره. النشامه قادمون، النشامه يتقدمون، النشامه يتصدرون ويحرزون اول اهداف اللقاء. بهاء عبد الرحمن يتقدم باول اهداف اللقاء لصالح المنتخب الاردني بلعبه عاليه عكسيه تسقط في مرمى وليد عبد الله ليحرز المنتخب الاردني في اول محاوله ليه مباشره على مرمى وليد عبد الله اول اهداف اللقاء. ويا فرحه العراقي عدنان حمد، من هنا كانت البدايه وهنا جاءت النهايه.